بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور علم وعتمة سلطة، ثلاثة أعوام سرقت أحلام نخبة من أبنائنا وإخواننا الطلبة الذين غلبت عليهم طموحاتهم الكبيرة في بناء مستقبل زاهر لهم، ليكونوا ضحية نظام كرس كل جهوده في تحطيم تلك الأحلام بعيدا عن ما يبث الإنسانية في نفوسهم. ها نحن نقف اليوم لنكلل هذا التجمع بنور علمهم الذي تحاول قتله عتمة سلطة، في عشية الذكرى الثالثة لأحداث 13 من مارس بجامعة البحرين، والتي يقبع أبناؤنا في السجن بسبب التهم التي تم تلفيقها لهم بعد أحداث الجامعة. بالعلم تبنى الأمم، والشباب هم ركيزة هذا البناء، لذا وجب تقديرهم ودعم المميزين منهم لمزيد من المضي قدما في بناء أوطانهم. تصوروا يا إخوة ويا أخوات بالضبط هذا الحاصل في وطننا، حيث يتم تقدير ودعم المتميزين عن طريق زجهم في السجون ظلما وجورا ضمن حملة منظمة شنتها السلطة لتجهيل هذا الشعب. هذا هو حال أبنائنا من طلبة جامعة البحرين. تميز كل منهم بخلقه وبحضوره الجميل في الأوساط الطلابية، حتى تلقوا الطعنات من الذين امتدت إليهم يدهم يوما لمساعدتهم. فلقد كان الطلبة المعتقلين من السباقين في التواجد في الأنشطة الجامعية التطوعية وكل ما فيها مساعدة للغير، تجدهم هناك يقدمون كل ما بوسعهم دون كلل أو ملل، وكان جزاؤهم هذا الاعتقال. داهموا منازلنا وروعونا وعذبوا أبناءنا أشد العذاب، إلى أن حاكموهم عسكريا وحكموا عليهم بالسجن 15 عاما وغرامة مالية تتجاوز الربع مليون. قبل أن يتم تخفيض الحكم في الاستئناف لخمسة أعوام لثلاثة من المتهمين في القضية وثلاث سنوات للمتهمين البقية مع بقاء الغرامة المالية. رحلة طويلة من المعاناة داخل السجون لا زالوا يقضونها حتى يومنا هذا، حتى أصبحت قضية طلبة جامعة البحرين الخمسة من القضايا شبه المنسية في أيامنا هذه، حيث نادرا ما نجد اهتماما في هذا الشأن ومحاولة التركيز على هذه القضية. يجب علينا الالتفات لهذه القضية قليلا لمنع الإمعان في ظلم واضطهاد هؤلاء الطلبة الذين أمضوا الآن ما يقارب الثلاث سنوات خلف القضبان. من هذا المكان ندعو الشخصيات الحقوقية والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الشأن بالتركيز على هذه القضية لرفع الظلم والظلام عن هؤلاء الطلبة المتميزين، لكي يعودوا لمكانهم الصحيح طلاب علم خدمة لهذا الوطن وبناء لمستقبله. في الختام نشكر مركز البحرين الشبابي بجمعية الوفاق على اهتمامه المتواصل بقضية أبنائنا، سائلين المولى لهم دوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.